صحيح، من الفيروسات الخيطية اللي هي زي الإيبولا، يعني من الفيروسات الخطيرة واللي بتؤدي لحمى نزفية، والمريض غالبا بنسبة 80% نسبة الوفيات، فهي نسبة عالية. ولكن برغم شدة الأعراض اللي موجودة في ماربورغ، لكن الحمد لله هو انتشاره صعب للغاية. يعني من 1967 لغاية السنة دي في 2023 احنا بنتكلم في أقل من 500 حالة. العدوى بقى من شخص لآخر أو من شخص مصاب لشخص سليم هي اللي صعبة شوية، محتاجة اتصال وثيق ما بين الشخص المصاب وسوائله والشخص السليم. يعني مثلا الرذاذ اللي بيطلع من العطس أو الكحة بس بنسبة كبيرة، العرق، السائل المنوي، أو حتى بطريقة مباشرة زي مثلا الشيتس أو الملايات اللي بيستخدمها الشخص المصاب ولو استخدمها شخص سليم. العالم محتاج يتعلم من درس كورونا، ان صحيح ممكن يبقى الفيروس زي ما كان في سارس مثلا هو يتم احتوائه فقط في الصين، ولكن ظهر منه نوع جديد زي سارس كوفي 2 او كورونا المستجد وانتشر في العالم كله، فبالتالي اتحط في لستة عن طريق منظمة الصحة العالمية ل 29 لقاح محتمل يتم الان عمل التجارب عليها. والحاجة الثانية، بما ان لا يوجد ادوية برضو او عقارات يعني للفيروس، تم وضع 14 دواء محتمل يتم الآن برضه عمل تجارب عليه.